وفي يوم من الأيام كان يسوع واقف على شط بحيرة طبرية، فتزاحموا ناس كتير حواليه عشان يسمعوا منه كلام الله. فشاف مركبتين صياد واقفين على الشط، والصيادين كانوا نزلوا منهم عشان يغسلوا الشبك. فركب يسوع في مركبة منهم، وكانت بتاعة سمعان المشهور ببطرس، وطلب منه يبعد شوية عن الشط، وقعد في المركب وابتدى يوعظ الناس ويعلمهم. ولما خلص كلامه قال لسمعان: خش بالمركب وسط البحيرة وارموا الشبك عشان تصيده. فقال سمعان ليسوع: يا معلم، احنا تعبنا من الشغل الليل كله وما صدناش حتى سمكة واحدة، لكن احتراما ليك هنرمي الشبك تاني. ولما رموا الشبك زي ما قال لهم صادوا سمك كتير، لدرجة ان الشبك كان هيتقطع. فشاوروا زملاتهم اللي في المركب التاني عشان يجوا يساعدوه، فجموا ملا المركبتين بالسمك لدرجة ان المركبتين كانوا هيغرقوا. وكان سمعان ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه واصحابهم الصيادين مخضوضين من كتر السمك. ولما شاف سمعان اللي حصل ركع قدام يسوع وقال له: يا معلم، انا ما استحقش انك تقرب مني، انا راجل عاصي وبعيد عن ربنا. فقال له يسوع: ما تخافش يا بطرس، من النهاردة هتجمع الناس وتجيبهم لله زي ما هتجمع السمك في الشبك. ولما رجعوا بالمركبتين للشط، بطرس وزمايله سابوا كل حاجة وبقوا من تلاميذ يسوع. وفي يوم دخل يسوع قرية فشافوا راجل عنده برص، وقرب منه وركع قدامه ووشه في الأرض وتحايل عليه وقال له: يا معلم، لو انت عايز تشفيني وتطهرني انت تقدر. فمد يسوع ايده ولمسه وقال له: طبعا عاوز، وأمر ان المرض يسيبه. وساعتها راح منه البرص. فوصاه يسوع وقال له: ما تقولش لحد، لكن روح الهيكل ووري نفسك للكاهن عشان يتأكد انك خفيت واتطهرت، وقدم ذبيحة لله عشان اتشفيت من المرض زي ما تقول شريعة النبي موسى، وكمان شهادة للناس على انك اتطهرت وخفيت. لكن خبر شفاء الأبرص اتعرف اكتر، فجوم ناس كتير عشان تسمع تعاليمه ويطلبوا منه يشفيهم من مرضهم. لكن يسوع كان عيوعد مع حاله في الصحراء عشان يصلي لله. وفي يوم كان يسوع يعلم في بيت من البيوت، وكان في وسط القاعدين معلمين الشريعة وناس من الفريسيين، جم من كل قرية في الجليل ومنطقة يهوذا وأورشليم، وكان عنده قوة من الله انه يشفي المرضى. وجوم ناس شايلين واحد مشلول على نجالة وعايزين يدخلوا الراجل المشلول للبيت اللي كان فيه يسوع ويحطوه قدامه، لكن معرفوش يدخلوا من كتر الزحمة. فطلعوا على سطح البيت وعملوا فتحة في السقف، ونزلوه بالحبال قدامه، فلما شاف يسوع قوة إيمانهم بيه قال للراجل المشلول: خطاياك اتغفرت. فقعدوا علماء الشريعة والفريسيين يسألوا حالهم: مين ده اللي هيقول كلام كله كفر؟ ده محدش يقدر يغفر الخطايا غير الله وحده. فعرف يسوع أفكارهم وقال لهم: ليه هتفكروا كده بينكم وبين حالكم؟
طبعا انتوا فاكرين اني مقدرش اغفر الخطايا ولا اقدر اقوم المشلول. اقول لكم حاجة تأكد لكم ان انا ابن الانسان النازل من السماء وعنده سلطان من الله على الارض ان اغفر الخطايا. وبعدين قال للراجل المشلول انا اقول لك قوم وشيل فرشتك وروح بيتك. وساعتها قام المشلول قدامهم وساف فرشته وروح بيته وعيشكر الله ويحمد فضله. فكل الموجودين استغربوا وتعجبوا ومجد الله برهبة وقالوا احنا النهاردة شفنا عجايب من قدرة ربنا. وبعدها خرج يسوع من البيت فشاف محصل ضرائب عيشتغل لحساب الرومان اسمه لاوي وشهرته مت قاعد في مطرح الضرائب. فقال له تعالى وخليك من تلاميذي. فساب متى كل حاجة وقام عشان يكون من أتباع يسوع. وبعدها عمل لاوي عزومة كبيرة ليسوع في بيته وكان من ضمن الموجودين ناس كتير من اللي علموا الضرائب وناس تانيين. ولكن علماء الشريعة والفريسيين اتعصب عليه لما شافوا أتباع يسوع عياكلوا مع اللي علموا الضرائب وقالوا لهم ليه عتاكلوا وعتشربوا مع بتوع الضرائب والعصير. فرد يسوع وقال لهم اللي بصحته مش محتاج لطبيب لكن العيان هو اللي هيحتاج له. أنا ما جيتش عشان أدعي اللي فاكرين نفسهم ملاح لكن جيت أدعي العصيين عشان يتوبوا عن خطاياهم. فتضايقوا وقالوا له أتباع يوحنا وأتباع الفريسيين عيصلوا وعيصوموا كتير لكن أتباعك عياكلوا وعيشربوا زي ما هم عايزين ليه ما عيصموش زيهم؟ فقال لهم يسوع هو أنتوا تقدروا تخلوا المعازيم تقعد من غير أكل طول ما العريس لسه وياهم؟ عشان كده أقول لكم طالما أنا موجود معاهم خليهم ياكلوا ويشربوا زي ما هم عايزين لكن لما يجي يوم ويتاخذ العريس من وسطيهم ساعتها هيصوموا. وضرب لهم مثل وقال لهم اللي يجبر حد انه يتمسك بتقاليدكم القديمة عامل زي اللي ياخد حتة قماش جديدة ويرجع بيها جلبية قديمة فيتقطع القماش الجديد والرقعة تبقى مش جاية على مقاس الجلبية القديمة ومحدش يحط عصير عنب في قربة قديمة وإلا تتشقق القربة من التخمير فيتكب العصير والقربة تبوظ. لكن لازم العصير الجديد يتحط في قربة جديدة